نقدر نجود، نقدر نحط الشوك نعلي الورود، نملأ لياليهم هنا نخلي الفرحة تسود، مدامنا نملك نفس وإحنا على قيد الوجود، نقدر نجود. رمضان 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 بالخير تعود. مشاهدينا الكرام مساءكم سعيد وكل يوم وانتم بخير. رمضان خطويه تمشي بسرعة ولسه في قلوب قاسية ولسه في أرواح عطشانة، هو يمشي بسرعة بس إحنا للأسف خطواتنا له بطيئة، عشان كذا نحاول نشد الهمة فيما بقى منه. مشاهدينا الكرام رحلتنا معاكم لسه مستمرة، ننتقل فيها من سلوك إلى سلوك ومن عمل إلى عمل ومن مبادرة إلى مبادرة أخرى، على أمل إن إحنا نحاول نكتسب كل هذه السلوكيات ونعمل منها قاعدة لنا خلال شهر رمضان عشان نقدر نستمر فيها إلى ما بعد رمضان. سلوك اليوم سلوك مهم جداً، وأعتقد الكثير بيقول كان لازم يكون أول سلوك، صحيح كان لازم يكون أول سلوك، لكن من كثر أهميته لازم نتحضر له بطريقة أفضل، لازم نتحضر له بسلوكيات أكثر، عشان كل السلوكيات اللي تكلمنا عليها قبل كده تعتمد اعتماد أساسي على سلوك اليوم. موضوعنا اللي بنتكلم عليه اليوم هو الأمانة. الأمانة يعني شيء مهم في حياتك وشيء أساسي لبناء شخصيتك. كثير من الناس بيربطوا موضوع الأمانة بالفلوس، فلما تجي تقول له أمانة يقول لك يعني إيش أنا سارق؟ لا، الموضوع مش كذا أبداً. الأمانة لها محاور كثيرة وعديدة جداً جداً. أمانة في الكلمة، أمانة في العمل، أمانة في الضمير، أمانتك مع الأشخاص، أمانتك في كل حاجة أنت عايش فيها وأنت لك فيها سلوكيات مختلفة. تعالوا شوية نفسر منظور الأمانة هذا بواقعنا العام اللي عايشين فيه أنا وإنتوا كل الناس اللي موجودة معنا وتتابعنا. يعني إيش أمانة في الكلمة؟ يعني لما أحد يجي يقول لك كيف حاجة فلان؟ كيف الصورة الفلانية؟ هي حاجة من الاثنين، لو حلوة يبقى حلوة الله يعطيك العافية، ولو مش حلوة يبقى مش حلوة. ما فيش داعي لكلمة لا بجبر الخاطر، هذا ما اسموش جبر خاطر، هذا اسمه مزايدة، لأنه أنت تعكس حقيقة الواقع الموجودة، الصورة مش حلوة وأنت تحاول تجملها بأي طريقة كانت. في بعض أشخاص بيجي يقول لك طيب إيش نعمل فلان الفلاني ولا يعقبه عقب، لو وريت له إيش ما وريت له بينتقد 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 وبيطلعه مش حلوة. إذن ما فيش داعي، لو أنت حاسس وعارف إنه فلان ما فيش منه فايدة وكل عمل بيشوفه مش حلو يبقى لا تسألوش. هنا أنت يكون عندك أمانة في كلمتك. الشيء الثاني، أمانة في كلمتك أيضاً لما تشهد شهادة حق. أنت شفت فلان يضرب فلان يبقى أيوة ابنك اللي بدأ، ما فيش داعي لأنه أوه لا هذاك أبوه صاحبي، لا هذاك أمه لو درت بتزعل مني أنني شهدت ضد ابن فلانة عليها، ولا هذاك أمه صاحبتي لو التقيت بعدين أنا وهي إيش من وجهة بوري له وجهي وأني شهدت ضد ابنه. لا، لازم يكون عندك أمانة في كلمتك، يعني الكلمة اللي أنت بتقول اليوم بتتحاسب عليها بعدين. الصورة الثالثة كمان من صور الأمانة، الأمانة في العمل، واللي للأسف 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 كثير مننا يفتقدها خصوصاً في واقعنا الحالي. يا أخي دوامك عاده ما كملش، مالك روحت؟ هيا على أساس أنه نعم أنا ذا الحين الساعة ولا النص الساعة اللي بجلس فيه بيتغير نظام الشركة. يا أخي أنت مسؤول على بحث معين، أنت مسؤول على إعداد معين، ما لك كل حقك البحث، كل حقك التقديم، كوبي بيست كوبي بيست على طول من النت، ما تحاولش حتى أنك تغير فيه بأشياء بسيطة.
هي على أساس أنه الحين كل الناس تتابع النت وكل الناس بتشوف إيش اللي مكتوب بالنت وبتعرف أنه أنا نقلت من النت. عملك ذا أنت مسؤول عليه بصورة أو بأخرى، فلازم تجتهد فيه مدام أنت تلاقي مقابل لهذا العمل. رابعاً وهو مهم كمان زيادة حبتين عن الأشياء اللي إحنا ذكرناها اليوم، الأمانة في السر. ونحن ما شاء الله مجتمعنا فيه طبيعة للأسف تعبانة للغاية، مبقبقين، فلان طلع فلان نزل فلان عمل فلان سوى أو فلانة أو ما شفتيهاش أو قالوا أو فعلوا أو تركوا. طب مالك هذا الكلام قال لك فلانة ما تقوليهاش لحد؟ لا لا، هي بس كلمني وما قال ليش ما تقوليش لحد، أو هي كلمني وما قال ليش لا تأمنيش أحد. مش لازم تأمنك ولا لازم فلان يأمنك، فلان بما أنه تكلم معك بكلام حساس وبكلام ما كانش في حد موجود في ذاك الوقت غيرك أنت وهو وكمل الكلام والتفت، معناه أنه ذي أمانة، معناه أنه أنت ما تكلمش حد بدل الموضوع. طيب أنا لو ما كلمت فلانة أنا داري ومتأكدة وواثقة مني فلانة ما بتكلمش حد، هي أمينة. وبتيجي فلانة اللي أنت تكلميها راحت تقول لحد ثالث، والحد الثالث ده برضه يقول أصلاً فلانة بنت ناس ما يعجبش القيل والقال، أنا متأكدة إن هي ما بتكلمش حد، عشان كده أنا مؤمنها على كل أسراري. أمنيها على سرك أنت، آمنوا على سرك أنت، بس ما تفضحش بالناس وما تعتقدش إنه فلان ما بيكلمش فلان وفلان يكلم فلان، وتبقى الحارة كلها بقدرة قادر عرفت بالموضوع. هذا 30,000 بيشغل وإحنا قرعة فضبح ما عادش يشتغل الله اشتغل قلت هاي يا محمد. ها مدير. مخصوم عليك 5,000 ريال. ليش يا مدير؟ أمرتب كله 30,000 قد كمل خصومه. لأنك ما تشتغلش بأمانة. ها؟ لو كان الآن دخل واحد من الزبائن وشاف هكذا المنظر إيش بتقول له؟ أنا آسف يا مدير، صح أنا غلطان وأعرف الحين خلاص أشتغل بأمانة ولا عليك ولا يهمك يا مدير ولا يهمك. الخامس حكاية أخرى يعجز اللسان عن وصفها، الأمانة في البيع والشراء. مالهاش حل، أيمانات الله والله إنها أصلي وقسم وحلفان وصناعة تركية صناعة مدري فين خامتها ما فيش زيها بالسوق، ولو لاقيت أقل منها ب100 ريال رجعها وتعال خذها مجان. ويا ريت الكلام على هذه الطريقة وبس، إلا لا، حلفان ورا حلفان بظهر حلفان يخرج من حلفان يدخل من حلفان. إذا أنت حاسس إنه أنا ما عنديش أمانة في الشيء اللي أنا ببيعه أو في الشيء اللي أنا بشتريه، هي كلمتين يا أخي هذا سعرها، بين البائع والشاري يفتح الله، عجبك كان بها، ما عجبكش الله يفتح عليك. طيب كيف نبايع؟ كيف نكسب رزق؟ يعني لما نجي نحن نقول للناس عجبش ولك ما عجبش خليها، كيف نكسب الرزق؟ اكسب الرزق بس ما تدخلش الأمانة في الموضوع. ما يجي حتى المشتري من نفسه يقول لك أمانة، ما تقولوش أمانة، قل له يا أخي بين البائع والشاري يفتح الله. انتوا عارفين لو نش نعرف أهمية الموضوع فين؟ نجي نتذكر شوية صفوف الابتدائي أو الإعدادي ونشوف آية المنافق إيش. 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. والأمانة مش معناها إنك تخون بالمال أو تخون شخص معين أو تخون جهة معينة، لا، الأمانة معناها إنك تكون مؤتمن على أي شيء في الدنيا الواحد يآمنك عليه.
مشاهدين الكرام، أيامكم بإذن الله كلها أمانة، في الكبيرة قبل الصغيرة. وصلنا معاكم إلى نهاية الحلقة لهذا اليوم، على أمل لقائكم بكرة بإذن الله على نفس الموعد ومع سلوك آخر، ورمضان بالخير يجمعنا. نقدر نجود، نقدر نحط الشوك نعلي الورود، نملأ لياليهم هنا نخلي الفرحة تسود، مدامنا نملك نفس وإحنا على قيد الوجود. نقدر نجود رمضان.